عرفت ان انت حطيتي لايك على بوست الأمينة خليل ومن هنا دخلتي التمثيل. حصل صح. ايه القصه دي؟ القصه بمنتهى البساطه، انتوا اصحاب اصلا؟ انا اعرف أمينة من زمان، وانا دايما كنت بقول ان انا مش عايزه امثل. كنت بعمل حاجات صغيره، يعني بعمل افلام قصيره، مسرح، حاجات كده عشان بحب التمثيل، بس كنت حاسه ان انا مش عايزه اشتغل يعني ممثله. مع ان انا دلوقتي لما سالتك اول ما قعدتي قلتي ممثله. بالظبط يعني، وعلشان كده ساعتها على طول قلت لك دي كانت من اكتر الحاجات اللي ما كنتش متخيله اني هقولها على نفسي ابدا. بس وبعدين السنه 2016 كلمتني واحده صديقه ليا جدا، انجل قاسم، كانت ساعتها هي بتشتغل في ورشه الكتابه مع تامر حبيب، وما كانتش قايله لي اسم العمل ساعتها. كلمتني في التليفون قالت لي مريم مش عايزه تمثلي؟ ما اعرفش ليه قلت لها اول ما، يعني انا دايما لما حد بيسالني السؤال ده بقول لا، فقلت لها قالت لي طيب عشان انا دلوقتي شغاله في حاجه مع تامر حبيب وفي شخصيه كده حاسه انت، فقلت لها طيب. قالت لي طب انا هبعت لهم صورك ونشوف ايه اللي هيحصل. طيب. وبعدين هي ما كلمتنيش تاني، وانا ما كانش في طبعي قوي ان انت ترجعي تتكلمي وتسالي. خلاص يعني الحاجه لو نصيبي هتجيلي، مش نصيبي خلاص وخلاص. وبعدين جه رمضان ونزل جراند اوتيل، اتفرجت على جراند اوتيل، وطبعا زي اي حد اتفرج انبهار بقى. انبهرتي جدا. فجمعت كلمتها قلت لها هو ده المسلسل اللي انت كنت تقصديه؟ قالت لي ومش عارفه. قلت لها ايه يعني ايه؟ قالت لي ما اعرفش ايه اللي انا قلت لهم، بس مش يعني ما اعرفش ايه اللي حصل، حتى مش عارفه هي كانت تقصد شخصيه ايه حتى. بس دمي اتحرق كده، حسيت هو يعني ايه، يعني ايه ازاي كان في فرصه للحظه وراحت. ان انا اكون جزء من العمل الجبار ده وراحت ازاي؟ فقلت لا السنه الجايه خلاص، وما عملتش حاجه برضو يعني، انا قلت بس. فلما لقيت أمينة السنه اللي بعدها على طول 2017 منزله البوست على فيسبوك، فكان عندي بقى اللي هو ها مش انت بقى قلتي ان مش عارفه ايه، هتعملي ايه بقى؟ فطبعا ما قدرتش برضو يعني ما قدرتش اكتب لها كومنت على هي كانت كاتبه بوست بتقول طب يا جماعه مين عايز يمثل؟ هم بيدوروا. ما قدرتش حتى اكتب لها اقول لها انا مثلا، ولا ابعت لها مسج مثلا اقول لها يا امينه خالص. فرحت عامله لايك على البوست وسكت. هي اللي بعتت لي مسج، يعني كان ممكن اي حد مكانها كان ممكن لايك تمام شكرا ميرسي، بس ما كتبتيش اي حاجه. ما عملتش حاجه، انا عملت لايك وسكت. فراحت هي بعتت لي قالت لي افهم انا ايه بقى من اللايك اللي انت رميتيها وجريتي دي، يعني افهم عايزه تمثلي يعني؟ قلت لها والله حاسه طب ايه رايك؟ طب بروجكت حلو؟ قالت لي بصي ما ينفعش اقول لك تفاصيل بس فيعني اتفضلي. ومن هنا وبس، ولا تطفئ الشمس بقى كان هو البروجكت ده.